أولا افتح تنظيف الكورس Disk Clean Up بالنقر على زر ابدأ Star. ثانيا في مربع البحث اكتب تنظيف الكورس Disk Clean Up، ثم في قائمة النتائج انقر على تنظيف الكورس Disk Clean Up. ثالثا انقر على محرك الأقراص الثابتة الذي تريد تنظيفه من قائمة محركات الأقراص Drives List، ثم انقر على موافق OK. رابعا في مربع الحوار تنظيف الكورس Disk Clean Up ضمن علامة التبويب تنظيف الكورس Disk Clean Up حدد مربعات اختيار أنواع الملفات التي تريد حذفها، ثم انقر على موافق OK. خامسا انقر على حذف الملفات Delete File داخل الرسالة التي ستظهر.